عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، لاباس عليكم؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا على خير على خير وبخير، النفسية ديالكم مزيانة مع هذه الأزمة اللي رحنا كنمروا بها. إن شاء الله بإذن الله دابا يفوت ربي علينا هذه الأزمة إن شاء الله بإذن الله، بالصبر بالصبر إن شاء الله، ونجلسوا في ديورنا عباد الله، نجلسوا في ديورنا ما نخرجوش، راه مصلحة لوليداتنا ولبلادنا ولخوتنا الله يخليكم. اليوم البنات ان شاء الله باذن الله غادي نشارك معكم واحد الفطيره اللي كتجي زوينه بلا فران، غير في المقله كتجي زوينه البنات بزاف بزاف. بالنسبه للعجين عندي فيها هنايا جوج الكيسان ديال العنبه، المهم بالعبار عندي 280 غرام، 280 غرام ديال الدقيق، عندي هنايا معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، معلقه صغيره ديال الملحه، عندي هنايا كاس ونص ديال العنبه ديال الحليب، عندي معلقه كبيره ديال سنيده، معلقه كبيره ديال الخمير ديال الخميره المعجونه، عندي واحد بيضه. وبالنسبه للحشو عندي هنايا الفرماج، عندي هنايا واحد 200 غرام ديال الفرماج، عندي هنايا معلقه ديال دانون مسوس، الابزار، الملحه، المعدنوس، الزعتر. غادي نبداو البنات على بركه الله، غادي نصوبو دابا العجينه هي الاولى ونخليوها ترتاح عاد ندوزو ان شاء الله. نبداو على بركه الله، غادي نديرو هنايا ديك الكاسونز ديال العنب هذا الحليب اللي عندي دافي دفيته شويش، نضيفو عليه هاد السنيده، معلقه كبيره ديال السنيده، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، واحد البيضه، نحركوهم مزيان. نضل البنات زولوا العكز عليكم وديروا هاد الفطائر راهم زوينين، يا اما الفطور يا اما الكسكروت ولا العشاء كيجيو زوينين. نحركوها مزيان حتى تذوب لنا داك الخميره وتفاعل لي مزيان مع داك السنيده. بعد البنات ما تفاعلت لنا مزيان هاد الخميره وتجانستنا مع الحليب، غنضيفو نصف الكمية ديال هاد الدقيق، نضيف الملحة، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الخبز، الخميرة ديال الحلوة عفوا، نمزجو هادشي مزيان، غادي نكملوا هذه الكميه ديال الدقيق، نحاول ندمجها مزيان. صدقوني البنات كتجي هذه الفطيره زوينه، جربوها وسهله يعني ما فيهاش شي مكونات غاليه. من بعد ما جمعناها البنات راني زدت لها واحد 30 غرام ديال الدقيق، ما قدنيش الدقيق بقات لي شويه خفيفه، هي اصلا كتبقى خفيفه ولكن ماشي خفيفه بزاف على هذا الشكل البنات. زدت لها واحد 30 غرام ديال الدقيق، يعني دخلت لي 310 غرام ديال الدقيق. غنخليوها دابا نغطيوها ببلاستيك الغذائي ونخليوها تختمر لنا وندوز للحشوة البنات. بعد ما خلينا العجينة تخمر غادي ناخدو هاد الفرماج نزيدو عليه داك الزعتر، المعدنوس، هاد المعلقة ديال دانون مسوس، يا اما دانون مسوس يا اما داك الجبن كريمي، هنا الابزار والملحه، ما تكثروش الملحه البنات، كنمزجو هذا الخليط مزيان هكا. كنخليوه على جنب وكنمشيو للعجينه. دابا بعد ما خمرتنا العجينه كنجيب واحد شويه الدقيق بمساعدة الدقيق ضروري، نحاولوا نقسموها ك
كنديرو هكا كويورات صغار البنات بحال هكا بهذا الشكل. كنستمر حتى كنكمل هاد العجينه كامله البنات. ما كورتهم هكا كنخليهم شويه شي يرتاحوا. غادي نبدا نطلقهم بمساعده واحد شويه ديال الدقيق. كنحاولوا نطلقوهم على شكل دائري. كتجي العجينه زوينه سلسه. ضروري بشويش ديال الدقيقه البنات. كنطلقوها رقيقه البنات هكا. كناخذ هذه الحشوه كناخذ واحد شويه نحاول نسرحو هكا. ناخذ واحد شويه ديال الماء غير بصبعي ندير في هذا الجوان هاكو تقليه تقليش ملي نكون كنطيبها. نجمعها بهذا الشكل. ضغطوا هكا بصبعانكم كنجيب داك الجراره كنحاول نقادها باش يجي المنظر ديالها مزيون. كتجي على هذا الشكل البنات. كنخليها على جنب كنولي نطلق عاوتاني الاخرى مساعدة ديال الدقيق ودلك على شكل دائري. كنستمر البنات هكا حتى كنسالي هذه الكميات ديال هاد الكويرات العجينه اللي عندي. بعد البنات ما ساليتهم ها هما دابا غادي ندوز ناخذ مقيله تكون ما كتلصقش. ناخذ شويه د الزيت وندهنها واحد شويه د الزيت تخليوها تسخن واحد شويه. غنحطوا هاد الفطيره بواحد شويش من الفوق
بقاو البنات تحركوها. كتجي البنات غزاله ولذيذه ومعلكه بداك الفرماج. لماذا ما نتهلاش وليداتنا في هذا الوقت الحجر الصحي اللي راحنا في ديورنا، سواء الفطور ولا الكاسكروت ولا لما حتى العشاء، عشاء خفيف. غزاله شويه حاولوا نحمروها من كل الجوانب. ثم البنات كي كتجي راه سخونه غنولي ندهن عاوتاني فوق ما نجي نحط شي وحده، خصني ندهنها. على نار مهيله البنات، ما تكونش البوطه سخونه. شي كتبقى كتنفخ كتجي كيجي بحال داك العيش اللبناني يعني منفوخ. غنستمر البنات هكا حتى نكمل هذه الكميه كامله اللي عندي. خليكم معايا البنات، من بعد ما طيبتهم كانت هذه النتيجه، كيجيو غزالين وهشاشين البنات، ما تشبعوش منهم. ما البنات كي كيجيو كيجيو مزيونين، راهم سخانين. كيستحقوا البنات تجربه، كيجيو هشاشين وزوينين. الى عجبكم البنات الفيديو ديالي ما تبخلوش عليا بجيم وكومونتير، وبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاهل والاحباب اللي كيتعم الفائده. السلام عليكم البنات، نخليكم ان شاء الله باذن الله على خير وبخير.